أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأموات من أهل القبور يسبحون الله تعالى؟ الله أعلم، لا نقول إلا ما ثبت بالدليل، لأن القبور من أمور الغيب، من أمور الغيب ولا ندري. نعم، يقول لكن انقطعت أعمالهم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت، إذا مات ابن آدم أو الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: انقطع التسبيح والتهليل والتكبير. نعم.